مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الدرس الجديد والمتقدم الذي سنتعرف فيه إلى أحد التطبيقات التي قمت ببرمجتها، حيث يقوم هذا التطبيق بالتقاط الدانس التي يدخل لها المستخدم ومن ثم إرسالها إلى صفحة الويب باستخدام الويب سوكيت. في هذا الدرس وجب عليكم التوفر على روتر أو حاسوب تقومون بتحويله إلى روتر، حيث أن هذا الحاسوب يجب أن يتوفر على واجهة باستخدام كابل الشبكة وواجهة الواي فاي. هذا التطبيق قمت ببرمجته على الحاسوب الصغير المسمى بأورانج باي بي سي 2. فأورانج باي بي سي 2 هو حاسوب شبيه برازبيري باي، يحتوي فقط على واجهة إنترنت، وقمت بإضافة أدابتر واي فاي ومن ثم تحويله إلى أكسس بوينت. في المرحلة الأولى من هذا التطبيق وجب عليكم القيام بإعداد الشبكة. عند القيام ب config فعند القيام ب if config فواجهة الإنترنت هي 192.168.1.253. فالإنترنت هي مربوطة بالمودم ADSL، وواجهة الواي فاي فهي 10.001/24. فهذه هي المرحلة الأولى، تقومون بالدخول على OTC Network، تقومون بفتح ملف الانترفاس، وداخل ملف الانترفاس على الواجهات المشتقة من دوبيان مثلا الأوبونتو والدوبيان وغيرها، تقومون بالتعديل على هذا الملف بهذه الطريقة: تعريف اسم الشبكة وستاتيك الادريس اي بي الماسك والجيت واي والدانس المستخدم. نفس الشيء بالنسبة للإنترنت. فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فهي سيس كنترول. وجب عليكم القيام بالفوروردين بين واجهة الانترنت وواجهة الواي فاي، اما باستخدام هذه التعليمة والقيام بفوروردين تساوي 1، فهي باغ ديفو تكون 0، تقومون بالفوروردين تساوي 1 او عن طريق ملف syscontrol.conf. syscontrol.conf for origin، تقومون بالان كوماند فهو يكون بهذه الطريقة كوماند، تقومون بالان كوماند لهذا السطر، ومن ثم تكتبون تعليمات راوت. فتعليمات راوت وجب أن يكون الروت بار ديفو هو الروتور ADSL. هذا هو القسم الخاص بإعداد الأدريس إي بي الخاصة بالشبكة. تقومون أيضا بالبحث عن configure host apt تقومون بإنشاء هذا الملف مع اسم الانترفاس والشانل واي فاي والمود باس الذي تريدون استخدامه، فهو سهل نسبيا كما تلاحظون. تضعون اسم الانترفاس والدرايفر المود الشانل والباسورد ونوع التشفير المستخدم،
وتقومون بإطلاق تعليمات هوست ابيتي. في هذه المرحلة تستطيعون استخدام هذا الحاسوب ك بوان داكسي واي فاي. الآن سأقوم بالدخول لأحد المواقع لكي أريكم أن هذا الحاسوب الصغير فهو يشتغل كروتور. سأقوم فقط بالتسبي دامب باستخدام هذا الانترفاس. نقوم بالسنيف على هذه الانترفاس زي بي بي ليفربوز ومن ثم بروتو تي سي بي. بروتو تي سي بي اظن انها فقط تي سي بي ولا تحتاج لبروتو. الآن سأقوم بتصفح أحد المواقع باستخدام الهاتف. كما تلاحظون فتسبي دامب يقوم بإظهار الكونيكسيون من نوع التسبي. الآن نأتي إلى الجزء الثاني من هذا التطبيق، فهو التطبيق في حد ذاته. فالتطبيق مكتوب بنود جيس ويستخدم واجهة بيكاب نود جيس بيكاب. فبيكاب هي المكتبة الخاصة بتعليمات التسبي دامب، يعني فهذا التطبيق هو شبيه بتطبيق التسبي دامب إلا أنه سيرسل المعلومات إلى واجهة الويب. فهذا التطبيق فهو في الحقيقة يحتوي على تطبيقين، التطبيق الأول ينتقط المعلومات من TCP Dump والتطبيق الثاني يرسل المعلومات باستخدام الويب سوكت. فهو سميته ب DNS Logger كما تلاحظون. أقوم بتعريف نوع الانترفاس والبور، فهو البور خاص بالDNS، يعني أننا نلتقط فقط ريكوست الخاصة بالDNS، ومن ثم نقوم بالبارس للباكي الخاص بالDNS وتمريره إلى الويب عن طريق الويب سوكيت. كما تلاحظون فهذه تعريفات تطبيق الويب سوكيت. هنا سكريبت يقوم بتحويل الماك ادريس من الفورما بينار الى الفورما هكساديسيمال، نفس الشيء بالنسبه للاي بي. وهنا بيك اب اون سيشن، يعني عند استقبال باكي نقوم باخذ فقط المعلومات الضروريه وهي الماك ادريس للهاتف والاي بي للهاتف والسيرفر الخاص بالDNS والتاريخ، ومن ثم نقوم ببارس باستخدام أحد المكتبات الخاصة بالDNS. فالمكتبة فهي Native DNS Backup. تقومون بتنصيب هذه الأشياء. فهذا الفيديو الأول هو فقط فيديو لاستكشاف هذا التطبيق، ومن ثم سنقوم بشرح الأشياء بطريقة معمقة في المستقبل إذا دعا الأمر ذلك. فعند الدخول إلى سلاش يقوم بإرسال الباج HTML، وعند إرسال بلوك يقوم ببلوك DNS باستخدام سكريبت والاي بي تيبلز. فهذه المرحلة لا تهمنا نحن في هذا الوقت، ما يهمنا فهو عند استقبال كونيكسيون الخاصة بالويب سوكيت يلتقط هنا إيفنت. فهذا الايفنت فهو مشترك ما بين تطبيق الويب وتطبيق البيك اب، ويقوم بارسال استخدام سوكت ايميت باكيت مساج مساج. التطبيق فهو يشتغل على هذا البور.
الآن سأحاول الدخول لأحد المواقع كما تلاحظون، فهو يقوم بمراقبة الشبكة في وقت حقيقي. فهذه الأشياء ليست للموقع في حد ذاته الذي أتصفحه، وإنما السدائن الخاص بجافا سكريبت والصور التي تتوفر على ليان في مواقع أخرى كما تلاحظون. فالإي بي والدانس، هذا هو الماك أدرس الخاص بالهاتف، وهذه هي الأدرس التي أعطاها الدهاش سي بي للهاتف. نقوم بتفقد موقع آخر مثلا يوتيوب، فهو لا يحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة، فهو يشتغل مباشرة. يوتيوب لا تظهر أي شيء لأن هناك الكاش. أقوم فقط بالدخول إلى موقع آخر، ويكيبيديا. هناك مشكل، لا أعرف لماذا توقف هذا التطبيق. وجب علي أن أتفقد طول هذا البوفر أين يتواجد. سندخل مرة أخرى، كما تلاحظون فالأمور تشتغل. فالهيدر والاي جي، نوع الريكوست خاصة بالدينس كويشن، والجواب يعني لائحة الأدريس اي بي الخاصة بذلك الدينس. ندخل ليوتيوب مرة أخرى، فالأمور فهي تشتغل ما عدا هذه الحالة التي يكون طول الباكي يساوي نيل أو صفر، فهذه الحالة لم أقم بأخذها بعين الاعتبار. ندخل مثلا للبلاي ستور ونلاحظ ما هي الدينس التي يقوم الهاتف بالاتصال بها. فقد يكون دينس واحد ويحتوي على العديد من الأدرس. فهذا التطبيق فهو جد مفيد إذا كنتم مهتمين بمراقبة ما يروج في الشبكة المحلية، ومن ثم تستطيعون الضغط على بلوك وإرسال مجموعة من الإي بيات للخادم، ويقوم الإي بي تيبلز بمنع الدخول لتلك المواقع. فهذا هو الموقع الذي أقوم بتصفحه، فهو minimachine.net. فيحتوي هذا الموقع على العديد من الروابط نحو سدائن آخر، مثلا هذا الموقع فهو مكتوب ببوتستراب. نلاحظ السدائن الخاص ببوتستراب والأدريس إي بي الخاصة به. أمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الذي يعطي فقط فكرة عن كيف يمكن للأكسس بوينت أن تراقب الشبكة من دون أن يحس المستخدم بأي شيء. في هذا التطبيق أقوم فقط بطبع هذه الأشياء للاستد أوت. نستطيع مثلا تسجيلها على قاعدة بيانات وربطها بالماك أدرس والإي بي الخاص بهذا الهاتف. أمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في شرح آخر.